طيب هبتدي باخبار النادي الاهلي، الفريق الاول لكره القدم بالتحديد. طبعا هم الفتره دي في اجازه، اجازه 4 ايام بعد ما وصلوا بالسلامه امبارح من معسكر دبي، هذا المعسكر المميز والناجح واللي اتى بثماره الايجابيه كلها اللي بينتظرها الجهاز الفني بقياده مستر ريني فايلر. ممكن البعض يقول لك بس الفريق ما لعبش ماتش ودي وكلام من ده. لا، دايما مش شرط الماتشات الوديه، بتبقى اضافه عشان يبقى صرحة مع بعض. الراجل بيتفرج على اللعيبه في الماتشات غير لما بيكون في التدريبات وكل الكلام ده، لكن كانت وجهه نظر الجهاز الفني لو احنا مش هلعب مباراه وديه قويه لا اجلها بقى لما ارجع للقاهره والمرحله الثانيه من الاستعداد عشان اشوف ماتشات وديه تكون قويه وتفيدني في مرحله الاعداد الاخيره قبل التحديات المختلفه محليا وافريقيا اللي هتبتدي طبعا محليا بمباراه الجونه باذن الله يوم 25 من الشهر الجاري. فبالتالي معسكر ناجح وكان فيه العديد والعديد من الامور الايجابيه اللي استفاد من خلالها الجهاز الفني واللاعبين بكل تاكيد. بالتالي اخبار النادي الاهلي عايز ابتدي بتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ واللي قال النهارده ان الفريق هيسعى لخوض وديات خلال مرحله الاعداد الثانيه، وده الطبيعي لان انت المرحله اللي جايه دي لقطات طبعا من عوده الفريق بالامس من دبي، لقطات العوده. فبالتالي كابتن سعد الحفيظ قال ان احنا ان شاء الله باذن الله خلال الفتره اللي جايه هنبتدي تدريبات بعد الراحه، وهنحاول ان احنا نجد بعض المباريات الوديه اللي تكون مفيده، هتكون مباراه او اتنين، لان انت قدامك بالظبط ايه، قدامك حوالي اسبوعين عشان تلعب اول مباراه ليك، يعني اول مباراه ليك يوم 25، احنا النهارده 7، يعني قول ايه من اسبوعين ل 20 يوم كده وتلعب اول مباراه رسميه. فبالتالي هيكون في مباراه وديه واحده او اتنين، ده حسب طبعا رؤيه الجهاز الفني، وده اللي هيسعى ليه الجهاز من خلال المرحله الثانيه من الاعداد، وهي هتكون مرحله غايه في الاهميه في الحقيقه بالنسبه للفريق بالكامل، حتى لو في غياب بعض اللاعبين الدوليين الموجودين في مختلف المنتخبات. احنا عندنا بتحوالي 17 لاعب في المنتخبات المختلفه يعني. كمان الاهلي حدد الميعاد الاول لمران الفريق عقب الأجازة، هيكون المران يوم الاثنين بإذن الله تعالى. تجمع الفريق هيكون من الساعة 3 للساعة 4، ما بين الساعة 3 للساعة 4 عصرا، وبعد كده يبتدي الفريق على طول تدريبات في تمام الساعة 5 مساء عشان يكون أول يوم في إطار الاستعداد للفترة المقبلة. ده طبعا بعد معسكر الإمارات واللي كان معسكر إيجابي بالنسبة للفريق. خلينا نروح لخبر آخر وخاص بأحمد الشيخ وحسين السيد. أحمد الشيخ كان عنده يعني زي إصابة إجهاد، وحسين السيد كان عنده كدمة قوية في الركبة، فبالتالي كان ليهم بعض التدريبات الخفيفة على مدار المعسكر، وهم حالتهم خلاص بقت مستقره. ده على حسب كلام الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، الحاله بالنسبه لهم مميزه وطبيعي جدا ان هم يشاركوا في التدريبات، لكن هيكون في اختبار طبي اخير يوم الاثنين ان شاء الله قبل التدريب، وبناء على هذا الاختبار يبقى في قرار هيشاركوا في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي ولا لا، وهيبقى في طبعا مثلا تدريج في المشاركه، هل هيبقى في تدريبات تاهيليه معينه، تدريبات علاجيه، ده هيكون على حسب حاله كل لاعب سواء حسين السيد او احمد الشيخ. ده فيما يتعلق بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي.